نفس صيغة السؤال السابق، طالب اللينير انيكواليتي بدءا من الباوندري لاين ايكويشن على شكل AX plus BY equals C، واتفقنا نختار نقطتين نحسب منهم السلوب. على الرسم في عندنا نقطة واضحة على محور الاكس اللي هي 2 مع 0، وعلى محور الواي 0 مع نيجاتيف 1. يبقى هكتب كده ان ال P1 اللي هنختارها هي 2 مع 0، وال P2 0 مع نيجاتيف 1. طبعا اسميهم X1 Y1 X2 Y2. نحسب السلوب اللي هو y2 minus y1 تقسيم x2 minus x1. في حالتنا ال y2 بنيجاتيف 1 minus 0، ال x2 ب 0 minus 2، يبقى نيجاتيف 1 تقسيم نيجاتيف 2 يعني 1 half. معادلة الخط y minus y1 equals السلوب في x minus x1. ال y وال x رموز ال equation، ال y1 وال x1 احداثيات اي نقطة منهم. ال y1 في حالتنا بزيرو، السلوب 1 half، ال x ب 2. يبقى y equals نقول بقى 2y ضربت البوث سايدز في 2 هيساوي x minus 2. اذا ال 2y minus x equals negative 2 لو ضربت في negative 1 عشان ابدأ بالx، وعايز ax plus by، يبقى x minus 2y equals 2. مبدئيا كده دي معادلة الخط اللي مرسوم على او مع الجراف او في الجراف، وهو داش دي لاين فما فيش علامة ايكوال. عايزين نقطة في الشيدد ريجن ونشوف علاقتها بالايكويشن. مثلا 5 مع 0 ايه علاقتها بال 2؟ 5 مع 0 يعني 5 minus 2 times 0 يعني 5. علاقتها بالتو هي greater than. اذا الانيكواليتي بتاعتنا x minus 2y greater than 2. ما تحطش equal لان داش دي لاين. هكتب كده داش لاين، واكتبها للدكتور في الامتحان كمان وفهمه ان انت ما حطيتش equal لان في داش دي لاين. يبقى الانيكواليتي اللي كتبتها دي لو عوضت باي نقطة اخرى عشان تتأكد انك صح، مثلا 0 مع نيجاتيف 5 هتقول 0 فور تشيك، مش مطلوب منك في الامتحان. هشيك على 0 ونيجاتيف 5 واتأكد فعلا الانيكواليتي مظبوطة. 0 minus 2 times negative 5 equals يبقى negative في negative 10 يعني 10، وده greater than 2. فأوكي ده ليك انت مش مطلوب منك في الامتحان.